بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم الناس الخير. أما بعد، حياكم الله جميعا أحبة الطلبة. اليوم نكمل ما تبقى من شرح الأطوال الموجية للفوتونات المنبعثة. طبعا وصلنا إحنا عند آخر قانون وتعاملنا معاه بهذا الشكل، واحد على لمدة تساوي ثابت همبرجر كنا نسميه، بين القيمة المطلقة واحد على إن فاينل تربيع ناقص واحد على إن إنيشال تربيع. وحكينا إنه في عدد من الطلاب بتخربطوا فيها، بيحطوها إن إنيشال تربيع ناقص إن فاينل تربيع طبعا. بس هو الفكرة إنه قيمة مطلقة حلت المشكلة، يعني ما فرق كثير عشان تكونوا بالصورة. الآن يبدو إنه الخط هون كبير، فلازم يعني نحط قيمته. ممتاز، وصلنا عند هذا السؤال. الفكرة بهذا السؤال إنه بور طلعت معاه أطوال موجية تجريبيا طلعت معاه. فإحنا في هذا السؤال بدنا نأكد الأطوال الموجية اللي طلعت مع بور. يعني ارجعوا سابقا، ارجعوا هيو، في مجموعة أطوال موجية طلعت مع بور تجريبيا من خلال التجارب، فإحنا هسا بدنا نأكدها بواسطة الحسابات. جاب يعني إلكترون، صار ينزله من المستوى الرابع للثاني مثلا يعمل انبعاث، جرب ينزله من الخامس للثاني يعمل انبعاث. في كل مرة كان يصير فيه انبعاث فوتونات معينة بطول موجي معين ولون موجي معين، لون مرئي معين. طبعا طول موجي يقع في ضمن الطيف المرئي. فإحنا هسا بدنا نأكد نتائج بور التجريبية بواسطة الحسابات اللي إحنا رح نستخدمها في هذا السؤال. جد الأطوال الموجية للفوتونات المنبعثة عند انتقال إلكترون ذرة الهيدروجين من مستويات الطاقة من الثالث والرابع والخامس والسادس إلى الثاني. يعني بدي أجرب أول مرة من الثالث للثاني، هاي أول مرة. بعدين بدي أجرب كمان من الرابع للثاني، هاي كمان بدي أجرب من الرابع للثاني. تقدر كمان هاي تطلع من الثالث والرابع والخامس والسادس إلى الثاني، الثالث للثاني، الرابع للثاني، الخامس للثاني، السادس للثاني. خليني أنا أجرب اثنين مبدئيا عشان أشوف راح أطلع نفس الأطوال الموجية اللي هون ولا لا. مثل ما أنتوا شايفين بنحكي بسم الله، نبدأ طبعا الخط كبير فلازم نزغره. ممتاز، يلا احنا عارفين واحد على لمدة تساوي، أنا بدي أطلع الأطوال الموجية اللي بشتغل عليهم. واحد على لمدة تساوي ثابت همبرجر مضروبا بواحد على ان فاينل تربيع ناقص واحد على ان انيشال تربيع. وحكينا انه ثابت همبرجر بيعطيك اياه في الامتحان، مش شطاره حفظه. هيو 1.097، يعني 1.097 ضرب 10 اس 7، 7 من سالب 7 7، ثلاث ارباع الطلاب بيتخربطوا بحطوه سالب 7. 1.097 ضرب 10 اس 7 ضرب فرق الطاقه بين المستويين. انت رايح من 3 ل 2، يعني هي ان انيشال وهي ان فاينل. ان فاينل تربيع 2 تربيع 4، يعني 1 على 4 ناقص 3 تربيع 9، يعني ناقص 1 على 9. اتوقع الامور هيك صارت واضحه وبسيطه، انك تقدر تحكي لي تعال جاي 1.097 ضرب 10 اس 7 ضرب سريعا 1 على 4 ناقص 1 على 9. شو بدي اسوي بهي الحاله؟ يعني انا عندي هون رقمين زنخين بالنسبه للطلاب، كيف ممكن اتعامل مع هاي الارقام الزنخه؟ بقدر بكل بساطه شو احكي لك، واحد مقامات كمثال بسيط. ممكن تقول لي تفضل اضرب هذا ب، خلينا نشوف شو اشي مشترك. خلص اضربه بتسعه وريحني، اضرب هذا بتسعه، هذا بتسعه، اضرب هذا باربعه، هذا باربعه. الارقام صارت كالاتي، نرجع نعيد قصتنا. 1 على لمدة تساوي 1.097. طبعا انا ما راح اطول كل الاطوال الموجية، انا بس بدي اطول لك اثنين عشان اوضح لك شو مقصدي، انه طلع نفس نتائج بور. ضرب 10 اس 7 ضرب 9، شوف كيف هذا الحكي صار 9 على 36 ناقص 1 ضرب 4 4 على 36، فبيطلع قديش؟ يلا ما هو 36 4 ب 9 36، او 9 ب 4 36، 9 ناقص 4 5 على 36. يعني بالقيمة المطلقة طلعت زي ما هي 5 على 36. اتوقع الامور هسه هون بدها آلة حاسبة، لانه ارقام زنخة. عرفت ليش اقروا الآلة حاسبة؟ لانه فعليا هي ارقام زنخة. نقدر بكل بساطة نحكي 1.097 ضرب 5 تقسيم 36، طلع الناتج كالآتي 0.0
واحد خمسة اثنين ضرب عشرة السبعة. أنا بدي اللمدة، ما بدي هذا الرقم. معناته بكل بساطة بقدر أحكي لك خلي يعني خلي اللمدة موضع قانون، مش هي واحد على لمدة تساوي صفر فاصلة واحد خمسة اثنين ضرب عشرة السبعة. تقدر أنت تحطها في مكان اللمدة واللمدة مكانها، مهارات تبديل وتعويض، أو أنت خلي اللمدة موضوع قانون تطلع لمدة تساوي واحد على صفر فاصلة واحد خمسة اثنين ضرب عشرة السبعة. اشطب لي العشرة والسبعة طلعها لفوق، أنا ما بدي إياها هون، اشطبها طلع لي إياها هون، ضرب عشرة والسالب سبعة، شوفوا كيف طلعتها لفوق. طيب واحد على مية اثنين وخمسين بالألف، واحد تقسيم مية اثنين وخمسين بالألف تطلع قديش يا حلوين؟ واحد تقسيم مية واثنين وخمسين بالألف تطلع ستة فاصلة خمسة سبعة ضرب عشرة والسالب سبعة. أنا بديها بالنانومتر لأنه كل الأطوال الموجية هون بالنانومتر. بقدر أقول لك كبر مرتين ستمية سبعة وخمسين، زغر مرتين ضرب عشرة والسالب تسعة، بتطلع ستمية وسبعة وخمسين نانومتر. 657 يعني تقريبا قريبة من الطول الموجي هذا. يعني هيني أنا أكدت أول طول موجي رياضيا، وهو نفسه أول طول موجي طلع مع تجربة بور. هيو بور جرب طلع نتائج تجريبية فطلعت معها عدة أطوال موجية زي ما أنتم شايفين. فأنا مهمتي هون أأكد هذه الأطوال الموجية. الفكرة أنه يعني جزء بسيط في الرقم، يعني أنه بنقدر نهمله. هون 656.2 هون 657. خليني أجرب. أتوقع كان في غلط على ما أذكر لما دققت، كان في غلط في الأطوال الموجية في الكتاب، غلط من الكتاب أنه وضعين أطوال موجية بالصورة غلط. يعني لو تشوفوا الكتاب بتلاقوا حاط لك الإجابات في جدول، فحاط لك القيم الأطوال الموجية المحسوبة والقيم الموجودة تجريبيا. فراح تلاحظ انه في واحدة من المحسوبة مش موجود، يعني قال لك انها تشابه الموجود تجريبيا بس اللي حاطها في الرسم غلط. وصلت؟ يعني طالع معاه قيمة حاط في الرسم اشي ثاني مختلف. نشوف هسه من 4 على 2، ومثل ما احنا عرفنا كبرنا على الحركات هاي، بقدر اقول له خلص 1 على لمدة تساوي 1.097 ضرب 10 السبعة. انتوا عارفين هون الشغل، يعني انا عارف وانتوا عارفين انه هاي ان انيشال هاي ان فاينال. واحد على أربعة ناقص واحد على إيش؟ 16. هاي واحد على أربعة تربية 16، ممتاز. كنا عارفين إنه راح تقول لي يعني أضرب بأربعة، أضرب بأربعة، فطلعت أربعة على 16 ناقص واحد على 16، شو طلعت؟ خلاص شكرا لك فورا. علينا يلا ها. 4 ناقص 1 عبارة عن ايش؟ 3. سوري كأني انا خربطت الامور. نزل الثابت زي ما هو 1.097 ضرب 10 السبعة ضرب. ما بين القيمة المطلقة 4 ناقص 1 3 على 16، القيمة المطلقة 3 على 16 عبارة عن 3 على 16 زي ما هي تساوي. يلا 1.097 1.097 ضرب 3 تقسيم 16 طلعت 0.205 ضرب 10 السبعة، ممتاز. معناته أنا بدي أطلع لمدة، فلمدة راح تطلع عبارة عن إيه؟ عبارة عن 1.205 ضرب 10 السبعة. بكل بساطة بتقدر ترفع 10 السبعة لفوق تصير 10 السالب سبعة، صح؟ هاي خلاص كبرنا على الحركة هاي، وأنا بدي أحكي 1 تقسيم 205 بالألف. تطلع 4.87 فورا. انا مغمض عيوني، انا عارف انه كبر مرتين 487، زغر مرتين ضرب 10 اس 9 واللي هي 487 نانو متر. شكرا لك. 487 نانو متر، اتوقع هاي اللي كان فيها الغلطه. اتوقع في واحده منهم كان فيها غلط، يعني انا ناسي انه واحده فيهم 434 أتوقع، والعلم عند الله هاي اللي كان فيها الغلط. نعم أذكر في واحدة منهم كانت في الكتاب محطوطة بخلفية سوداء إنها طالعة هاي اللي فيها الغلط. أتوقع هاي والعلم عند الله مش 468، هاي 486، فأنا طلعت قريب كثير منها. شايفين 487، هاي 486.1
نانومتر. هاي في الكتاب كان في خطأ في رسمة الكتاب نفسه. فالفكرة اني انا طلعت الان هي عدلت هذا الخطأ، فالان انا تجريبي رياضيا وبالحساب وبالمعادلات طلعت قيمة طول موجي طلع قريب من مين؟ من قيمة بور، شغل بور في نموذج بور. ولاحظ انه هذا الطول الموجي اللي هو الجاي بين ال 400 ل 700 نانومتر هذا يقع في منطقة الطيف المرئي. فجميع هذه الاطوال الموجية اللي طلعت وانبعثت، هذا انبعاث منفصل مش متصل، المتصل قوس القزح كامل انبعث، هذا انبعاث منفصل طلع لي اطوال موجية معينة. فعرفت انه شغل بور صح 100%. خلاص هسا انا ما في داعي اروح اطلع الباقي، يعني انا بالنسبة لي اكتفي بهذول. هسا هذا واجب لك انت تروح تطلع لي مثلا من 6 ل 2 ومن 5 لاثنين. انا كاستاذ علمتك كيف تطلع من 4 لاثنين، عادي يعني هي تعويض مباشر فقط. كن متاكد انه راح يطلع معك هذول الاثنين زي ما انت زي ما انا شايفك او شيء قريب منهم، يعني يطلع 433 بدل 434 409. هاي الفكره. نشوف سؤال التمرين في الكتاب المدرسي برد قدر. الاسئله الوزنيه بالعاده بتيجي مشابهه لاسئله التمارين واسئله الوحده. انتقل الكترون ذره الهيدروجين من مستوى الطاقه الرابع الى مستوى الطاقه الاول، يعني شوي انا عشان استوعب الامور هو من الرابع لوين؟ للاول، يعني عشان احنا نزبط الامور، يعني هذا ان انيشال هذا ان ايش؟ فاينل. شكرا لك. لاحظ معي احسب طول موجة الفوتون المنبعث. طب شوي انا كأني انا هذا السؤال اصلا حليته ولا لا؟ لا إيش ثاني، احسب طول موجة الفوتون المنبعث وتردده وطاقته وزخم الخطي، يعني كل حاجة يعني كل حاجة يعني كل حاجة. طول موجة الفوتون المنبعث قديش؟ طب يعني شوف أنا عندي طريقتين بس أبسط طريقة أستخدم، يعني الانبعاث اللي بستخدمها دايما، واحد على مدى تساوي 1.097 ضرب، أنا عارف إنه واحد على إن فاينل تربيع ناقص واحد على إن إنيشال تربيع، يعني هي واحد على واحد تربيع واحد، واحد على ان انيشال تربيع 4 تربيع 16. خلاص شكرا لك. كنا عارفين هذا الشغل انه انت راح تروح هسه تختصر، راح تقول لي ضرب 16 ضرب 16 فبصير 16 ناقص 1 15 على 16، فانت راح تضرب هذا الرقم. طبعا انا ناسي شغله اساسيه، ضرب 10 اس 7 هون عشان ما اكونش ناسيها، هي بتخرب بيت كل شيء فعليا. 1.097 ضرب 15 تقسيم 16، طلعت مش عارف هذا العدد اوفر شوي، 1.097 ضرب 15 تقسيم 16 طلعت 1.028 ضرب 10 والسبعة، وانا بدي لمدة، فاللمدة راح تطلع يعني هاي اللمدة هي موجودة في المقام، فانت حط اللمدة مكان هذا الرقم وهذا الرقم ودي مكان اللمدة، فراح تطلع واحد على 1.028 ضرب 10 والسبعة. انت بتقدر تقسم لي واحد تقسيم 1.028 تطلع 0.972 ضرب 10 والسالب 7. بتقدر بكل بساطة تكمل شغلك تحكي لمدة تساوي كبر مرتين زغر مرتين فبتطلع 97.2 ضرب 10 والسالب 9 متر. انا ما بدي هاي القيمة، بدي لمدة تساوي 97.2 نانو متر. شايفين كيف الامور سهلة وبسيطة؟ تمام خلص انتهينا منها. طلعنا الطول الموجي، هو طلبني الطول الموجي وطلبني التردد وطلبني طاقته وطلبني زخمه. طب شوي هاي اول وحدة، طيب ثاني وحدة التردد عبارة عن ايش؟ انا وياكم نعرف انه التردد عبارة عن سي على لمدة، يعني هاي سي على لمدة، هذا اول قانون استخدمناه، معناته التردد يساوي 3 ضرب 10 اس 8 على لمدة قديش؟ هيها 97.2 ضرب 10 والسالب 9. الان 3 تقسيم 97.2 عبارة عن 0.030 ضرب 10 8 ناقص ناقص 9، يعني زي كأنك تحكي لي زائد 9، 8 زائد 9 قديش فيها؟ 17. خلص تقدر بكل بساطة تكبر مرة مرتين فبتصير 3 ضرب 10 أس 15 هرتز.
هاي التردد، انا هيك طلعت التردد خلاص ممتاز. طلبنا السؤال اللي بعديه شو هو؟ الطاقة. الطاقة تساوي يا اتش سي على لامدا يا اتش اف، عادي جدا مش انت تطلع التردد خلاص. الطاقة اتش اف، اتش 6.6 ضرب 10 والسالب 34 مضروبة بالتردد 3 ضرب 10 أس 15 تساوي 6.6 ضرب 3 بتطلع 19.8 ضرب 10 سالب 34 زائد 15، يعني زي كأنك بتحكي لي راح تطلع سالب 19. والطاقة تقاس بالجول، هذه هي طاقة الفوتون الواحد. عرفت ليش استخدمتها؟ إنه طالب منك احسب طول موجة الفوتون، حسبناها. تردد الفوتون حسبناه، التردد الفوتون هو نفسه تردد الموجة. الآن طاقة الفوتون خلص، هي طاقة الفوتون. في النهاية طالب مني الزخم الفوتون اللي هو E على C. ال E 19.8 ضرب 10 سالب 19، ال C 3 ضرب 10 أس 8. الآن صارت الأمور بسيطة جدا بالنسبة لنا. 19.8 تقسيم 3 طلعت 6.6 ضرب 10 والسالب وين السالب؟ واحد. الله شوي، سالب 19 ناقص 8 سالب 27 كيلو غرام متر لكل ثانية. اذا هيك طلعنا الزخم، هيو طلعنا طاقة الفوتون، طلعنا تردد الفوتون، طلعنا طول موجة الفوتون. اذا هيك طلعنا جميع المعطيات والمسائل بالنسبة لهذا الفوتون المنتقل من مستوى الطاقة الرابع إلى مستوى الطاقة الأول. ممتاز. بعد ما خلصنا هذا السؤال الآن نبلش بأفكار ومسائل إضافية، يعني هي عبارة عن أسئلة سنوات سابقة على نفس هذا الموضوع بإذن الله. نشوف هذا السؤال الخفيف البسيط. انتقل إلكترون ذرة الهيدروجين من مستوى الطاقة سالب 0.4 إلكترون فولت، يعني في مستوى طاقة هيك طاقته. هسألوا إياكم، عارفين إنه هذا المستوى الثاني، كيف عرفت؟ ارجع لمستويات الطاقة بتلاقيهم، هيهم ذاكرين مستويات الطاقة كنا حاطينهم. طيب ارجع لمستويات الطاقة، فأنتوا عارفين وكلنا عارفين إنه المستوى اللي طاقته سالب 3.4 هو المستوى الإيش؟ الثاني. إذا هو انتقل من مستوى الطاقة الثاني إلى مستوى الطاقة، هذا أي طاقة أي مستوى؟ هذا المستوى الثالث. يعني خلاص إحنا عارفين إنه يا معلم هو رايح من وين؟ من الثاني لين الثالث، كنا عارفين هذا الحكي. ممتاز، يعني هي ان الابتدائية الثاني، هي ان النهائية الثالث. شكرا لك. بيحكي لك بكل بساطة احسب طول موجة الفوتون، بعدين حدد لي هو منبعث ولا ممتص. طب شوي، هو طالع طلوع، هو رايح من الثاني للثالث، معنى هذا الكلام انه طالع طلوع معناته راح يكون ممتص، مستحيل ان يكون منبعث. اذا منبعث بيكون نازل نزول، معناته ممتص خلص، يعني هو ايش؟ ممتص. الان عادي معادلة الطول الموجي اللي هي واحد على لامدا تساوي ثابت همبرجر مضروبا بقيمة مطلقة واحد على انفاينل تربيع ناقص واحد انيشال تربيع، هاي بتزبط للانبعاث والامتصاص، عادي جدا. بور استخدمها للانبعاث، عادي جدا. في قيمة مطلقة بتحلك الموضوع اصلا. تساوي هو بده الطول الموجي صح؟ ممتاز. 1.097 0.097 ضرب 10 والسبعة ضرب. الآن واحد على إن فاينل تربيع يعني واحد على تسعة ناقص واحد على إن إنيشال تربيع يعني واحد على اثنين تربيع أربعة. خلاص أتوقع الأمور هيك صارت واحدة، 1.097 ضرب 10 والسبعة ضرب. لاحظ معي أنت راح تعمل كالآتي، راح تقولي بدي واحد من قمال ضرب أربعة ضرب أربعة ضرب تسعة ضرب تسعة. طبيعي جدا يطلع داخل قيمة مطلقة سالب لأنه امتصاص. 4 ناقص 9 عبارة عن قديش؟ سالب 5 على 36 مع القيمة المطلقة شو بيطلع؟ يعني طلع هون سالب 5 على 36، شفتوا كيف؟ مع القيمة المطلقة بيطلع موجب، هاي الفكرة من القيمة المطلقة، بيطلع موجب مع القيمة المطلقة، يعني مش هي سالب 5 على 36 بتطلع موجب 5 على 36 واللي هي عبارة عن كالآتي. يلا مع بعضينا نبلش. 1.097 ضرب 5 تقسيم 36 تطلع 0.152 ضرب 10 والسبعة. أنا بدي لمدة، ما بدي هذا الحكي. لمدة تساوي 1 على 0.152 ضرب 10 والسبعة. ارفع لي العشرة والسبعة لفوق بتصير 10
والسالب 7 وهي المتر. الآن 1 تقسيم هذا الرقم، يعني 1 تقسيم 0.1152 ممتاز، طلع 6.57. تقدر انت تعمل ليها 657 نانو متر. كيف؟ كبر مرتين 657 ضرب 10 سالب 9، شيل 10 سالب 9 حط نانو. اذا هيك انا طلعت طول موجة الفوتون. طب حدد لي نوعه، شو بدك تقول لي؟ فوتون ممتص. طب ليش ممتص؟ لانه انتقل من مستوى واطي لمستوى عالي، او من مستوى ادنى لمستوى اعلى بالمعنى الحرفي. الان نبدا في حل هذا السؤال، وهو ايضا شوف السؤال اللي فوق اسئله وزاريه سابقه او اسئله في المنهاج السابق، هم نفس المنهاج، اللهم انه تغييرات بسيطه اللي صار. انا بحكي عن فيزياء الكم والفيزياء النواه. الان احنا بدنا نبلش في حل هذا السؤال، ايضا فكرته خفيفه لطيفه بسيطه. معطيك السؤال بيقول لك الكترون موجود في المستوى الثالث، اذا سقط فوتون طاقته 7 بالعشرة الكترون فولت، هل يمكن ان يمتص الالكترون وينتقل الى المدار الرابع؟ يعني هو حضرته بدي اياه يروح من الثالث لوين؟ للرابع. فهل هاي الرقم الطاقه، يعني اذا امتص هاي الطاقه راح يروح من الثالث للرابع؟ بدنا نشوف شو الطاقه اللي انا بحتاجها عشان انتقل من الثالث للرابع، يعني شو طاقه الفوتون اللي راح امتصه عشان انتقل من من المستوى الثالث للرابع. عباره عن طاقه المستوى الابتدائي ناقص طاقه المستوى النهائي تساوي، كأني أنا عكستهم؟ نعم عكستهم. أنا عكستهم، طاقة المستوى النهائي ناقص ابتدائي. طاقة المستوى النهائي ناقص طاقة المستوى الابتدائي. أتوقع والعلم عند الله إني أنا عكستهم، نعم. نعم نعم نعم. أيوه نعم. وال لا 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 لا، إحنا غبنا عن العيد غيبة. نصتنا كل حاجة وتخربطنا فيها. نعم هي إن فاينل ناقص إن إنيشال، نعم زي ما تشايفين هون إن فاينل ناقص إن إنيشال، يعني هون راح من المستوى الثالث للثاني، فالثاني هو النهائي. نعم طبعا احنا حكينا هذا القانون بيزبط، تستخدم الإلكترون فولت بيزبط الجول عادي جدا، فيش مشكلة لا حرج في ذلك. الآن هاي بدك تحكي لك الآتي، طاقة المستوى الرابع اللي هو المستوى النهائي قديش؟ سالب 85%، سالب 85% ناقص طاقة المستوى الثالث سالب 1.5، سالب 1.5 صارت زائد، يعني سالب 85% زائد 1.5 قديش بدها تطلع؟ طيب دقيقة نشوف قديش بدها تطلع. 0.65 داخل القيمة المطلقة، واللي هي نفسها 0.65 بالالكترون فولت، لانك انت عوضت لي هذا بالالكترون فولت وهذا بالالكترون فولت. لاحظ انه عشان ينتقل من المستوى الثالث للرابع يجب ان يمتص هذه الطاقه، وبالتالي هون كلامه خاطئ، يعني لا يمكن ان يمتص هيك طاقه، لا يمكن. هاي اصلا هذا رقم غير منطقي اصلا، هذا الرقم غير منطقي اصلا. يعني لو حكيت له انه يمتص، يعني هل يمكن؟ فشو بدي احكي له؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. هو لازم يمتص طاقة توديه لمستوى، يعني قيم محددة للطاقة، ما بيزبط انك تعطي قيمة عشوائية للطاقة تهبط فيها. يعني لو هو امتص 65% ضل 5%، هاي وين بدها توديه؟ للمدار الخامس؟ لا غلط كلامك، يعني لازم يمتص طاقة توديه فوق، يعني فاهم علي؟ يعني يمتص طاقة كافية انها توديه للخامس، ما مش بهذا الشكل. فالفكره ما بيصير انك تهبط رقم، لانك انت ممكن تودي يعني الفوتون بين المستوى الرابع والخامس جاي بيناتهم بالنص، غلط. هو يا بالرابع يا بالخامس، ما بيزبط انه جاي بيناتهم، فممنوع انك تعطي قيمه عشوائيه للطاقه. اذا كان اقل طول موجي لفوتون في طيف ذره الهيدروجين يساوي 9 على ار اتش، بقول لك احسب طاقه الفوتون. طاقه الفوتون عباره عن اتش اف، واللي هي اتش سي على لمدة، واللي هي اتش سي على اللمدة قديش؟ 9 على ار اتش، 9 على ار اتش، فبتصير ار اتش فوق، خلص هيك ار اتش مضروبة ب اتش سي على 9، شكرا لك. خلص الار اتش كنا عارفين قيمتها 1.097 ضرب 10 السبعة، والاتش كنا عارفين قيمتها 6.6 ضرب 10 السالب 34، والسي كنا عارفين قيمتها 3 ضرب 10 أس 8. الآن
وهون شوفي في هون 9. الآن الأمور صارت واضحة بالنسبة لكم. كيف يا أستاذ واضحة؟ بكل بساطة ممكن تعمل اختصارات عثلات عثلات، هون واحد، هون شو بضل؟ ثلاث. خلص الأمور صارت بسيطة. 1.097 ضرب 6.6 تقسيم 3، صح؟ ممتاز. 1.097 ضرب 6.6 تقسيم 3 طلعت قديش؟ طلعت 2.41 ضرب 10 7 و 8، خلينا نجمعها مع بعض، 7 8 15، صح؟ 15 ناقص 34، هي 7 8 15، 15 ناقص 34 فيها سالب 19، والوحدة هي جول. إذا هيك طلعت طاقة الفوتون. تمام يا جماعة الخير، تمام التمام، وفل الشمعة منورة. نبلش بهيدا السؤال. رصد علماء الفلك خطوط الطيف لضوء قادم من مجرة بعيدة لذرة جديدة أحادية الإلكترون. هسا الفكرة المستويات اللي أنا كنت ماخذهم اللي هم سالب 3.4 سالب 1.5 سالب 85%، هاي المستويات وسالب 13.6 هذه خاصة بطيف ذرة الهيدروجين فقط. يعني طيف أي ذرة أخرى أحادية لا يمكن أنه أستخدم هاي مستويات الطاقة. يعني شايف القانون اللي كان بيحكي لك EN تساوي سالب 13.6 على N تربيع، هذا خاص فقط بذرة الهيدروجين. هون جاي لك طيف مش ذرة هيدروجين، طيف قادم من مجرة بعيدة. طب شو الحل؟ جد طاقة المستوى الأول والثاني والثالث. طب شوي، معناته هسا أنا يمكن ومسموح لي إن أستخدم قانون واحد على لمدة تساوي RH مضروب ب إن فاينا، واحد على إن فاينا، انت مفهمين علي؟ هذا مسموح، ومسموح ان نستخدم طاقة الفوتون المنبعث او المتص عبارة عن بين قيمة مطلقة يعني اي فاينا، فاهم؟ مسموح. لكن غير مسموح ان نستخدم طاقة المستوى اللي هي سالب 13.6 على انتر، هذه خاصة في طيف ذرة هيدروجين فقط. معنى هذا الكلام يعني انا بدي استخدم الاشياء اللي معطينيها في السؤال، بدي اطلع طاقة المستوى الثاني والثالث والايش والاول، معناته اذا بدي اطلعهم. اذا انا جيت زي ما انا شاطر حكيت لك يعني طاقة المستوى، بدي اقول لك تعال، يعني هو طلع كيف هذا انبعاث، يعني مرة هبط من المستوى اللانهائي اللي عنده طاقته صفر لوين؟ للاول. هون طلع الالكترون تحرك من الرابع للاول، هون الالكترون تحرك من الثالث لايش؟ للاول. هون الالكترون تحرك من الثاني للاول، في كل مرة يحدث انبعاث. طب لو جيت تحكي مثلا من الثاني للاول، راح تحكي من الثاني للاول انا بواجه مشكلة انه لا طاقة المستوى الثاني عندي ولا طاقة المستوى الاول عندي، بس طاقة الفوتون المنبعث عندي. طب كيف عندك؟ لانه طول الموجة الفوتون منبعث عندي. اذا كان طول الموجة للفوتون المنبعث موجود عندي، فبقدر عن طريق قانون انه E تساوي HC على لمدة طول طاقته. لكن بواجه مشكلة انه لا طاقة المستوى الثاني معي ولا طاقة المستوى الاول، معناته بدي اشوف يعني انتقال فوتون، انتقال الكترون بين مستويين طاقة يكون احدهما معلوم، معناته من الثاني للاول ماليش مصلحة، من الثالث للاول ماليش مصلحة. وصلت؟ ما هي مصلحة غير من الانفينيتي للاول، لانه طاقة الانفينيتي معروفة صفر، معناته بدي احكي تعال من الانفينيتي للاول. ممتاز. احنا عارفين اذا كان انبعاث يكون ايش؟ اذا كان امتصاص شو بكون؟ سالب. فاهمين الشغلة هاي؟ معناته فورا انا مغمض عيني راح احكي لك كالاتي. طاقة الفوتون، ركز على كلامي، المنبعث تساوي طاقة شوف هو نازل من انيشال لان فاينل، طاقة المستوى الاول شوف ركز معي هاي، شوف كيف هو رايح اللي بدك تحكي له هون اي فاينل اللي هي اي واحد ناقص اي انفينيتي، يعني راح تحكي لها بكل بساطة اي انيشال قديش طاقة المستوى الاول؟ والله ما بعرف. طاقة المستوى الانفينيتي قديش؟ صفر. انا مغمض عيني خلص. انا اتصف هذا الكلام بكل بساطة، طاقة الفوتون تساوي بين قيمة مطلقة اي واحد. طب انا شو بدي اسوي بهاي الحالة؟ يعني طاقة الفوتون المنبعث لما نزلت من صفر لوين؟ لواحد، هي نفس طاقة. شوف كيف طاقة الفوتون منبعث لما نزلت من صفر ل من المستوى اللانهائي، هي المستوى اللانهائي لين المستوى الاول، هي نفسها طاقة المستوى الاول. كيف رفتي وعملت يعني فرق الطاقة بين المستويين؟ ركز هون، احنا حكينا اذا كان امتصاص القانون، يعني انه شوف بدك تلغي لما يكون انبعاث بدك تحط سالب، لما يكون امتصاص بدك تحط موجب، بدك لين هون لا حلينا عليها اسئلة سابقا.
الآن أنا واضح لي من هذا الموضوع مباشرة إنه أنا بدي أطلع قيمة طاقة المستوى الأول، فإذا بدي أشيل قيمة المطلقة راح أحكي طاقة المستوى الأول هي نفسها سالب طاقة الفوتون. طب أنت من وين جبت السالب؟ يا جماعة الخير ذكر إلا ما كنا نتعامل نحكي مثلا E final ناقص E initial بين القيمة المطلقة هي E فوتون، كنت حكي لكم إذا كان فوتون منبعث بيزبط أنك تشيل وتحط رقم سالب وتشيل المطلقة، صح ولا لا؟ وكنت حكي لكم إذا كان الفوتون ممتص خلص لا ما تغلب حالك أصلا، يعني خلص شيل القيمة المطلقة وبس. لاحظ أنه فوتون منبعث، لهيك حكيت أنه طاقة المستوى الأول تساوي سالب طاقة الفوتون. طاقة المستوى الأول تساوي سالب شو طاقة الفوتون؟ H C على لمنا، هاي H 6.6 ضرب 10 والسالب 34 ضرب C 3 ضرب 10 أس 8 على اللمدة تبعته 152 نانومتر، يعني 152 ضرب 10 أس 9. أتوقع الأمور هيك صارت واضحة وبسيطة، وبقدر بكل بساطة شو أحكي لك 6.6 ضرب 3 تقسيم 152 تطلع 0.13 ضرب 10 سالب 34، اشطب للسالب 9 وارفعها لهون موجب 9. 8 زائد 9 قديش فيها؟ 17. سالب 34 زائد 17 تطلع سالب 17، وهي الطاقة بالجول لأنك أنت عوضت كل شيء بالوحدة الأساسية، فإذا طلع 13% ضرب 10 سالب 17 تقدر تكبر مرتين وتسويها 10 سالب 19، يعني تسويها 13 كبر مرتين وهون زغل مرتين 10 سالب 19 جول. إذا طلعت قديش طاقة المستوى الأول؟ 13 ضرب 10 سالب 19 جول. طلعت طاقة المستوى الأول، خلص أنا هيك ارتاح بالي. 13 ضرب 10 سالب 19 يعني طاقة المستوى الأول 13 ضرب 10 سالب 19. شكرا لك. طاقة المستوى الانفينيتي كنا عارفين هاي صفر، كاتبين لي اياها مغشش لي اياها اصلا، ممكن اغششك واحدة غير الانفينيتي، فاهمين كيف؟ يعني انت تحتاج انك تكون عارف شغلتين. طلعت المستوى الاول، الان بدي اطلع طاقة المستوى الثاني، فبدي اعتبر حالي انا نازل من الثاني للاول، وهي طول موجة الفوتون منبعث لما نزلت من الثاني لوين؟ للاول. معناته هسه خطتي هون ابلش احكي شو؟ من الثاني للاول راح يكون انبعاث. طاقة الفوتون المنبعث H C على لمدة. في الطلاب راح يقول لي طب يا أستاذي أنت معوضتش بجول، لا 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 شوف ركز مزبوط، طلعت طاقة المستوى في وحدة الجول، لأن لما جيت على القانون عوضت كل شيء بالجول أصلا. يعني أنا هون شوف كيف طاقة الفوتون، مش أنت عارف إنه القانون بيحكي لك طاقة الفوتون تساوي القيمة المطلقة طاقة المستوى النهائي ناقص طاقة المستوى الابتدائي، هذا قانون عوضت جول 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 عادي، عوضت إلكترون فولت إلكترون فولت إلكترون فولت عادي. طاقة الفوتون أنا حطيت هيك معناته هي بالجول، معناته لازم أعوض هذا بالجول وهذا بالجول. الآن هو رايح من الثاني للأول انبعاث، معناته إذا انبعاث بدك تحط هون شو؟ سالب عشان تصير القيمة المطلقة. شوفوا كيف إذا بتكاش تشيل القيمة المطلقة بدك تحطها زي ما هي، خلص عادي خليه. إذا بدك تشيل القيمة المطلقة تحطها القانون بدون قيمة مطلقة بتحط سالب لأنه انبعاث، إذا كان الامتصاص ما تحط سالب، فاهمين؟ تمام. تعال جاي معي، طبعا أنا هون ناسي السالب سوري، هو الأصل كان في سالب في القانون أنا نسيته لأنه كانت طاقة الفوتون تساوي سالب، لا كانت طاقة المستوى الأول تساوي سالب طاقة الفوتون، يعني طلعت سالب 13 ضرب 10 أس سالب 19 جول. ممتاز. طاقة المستوى النهائي هي الأول، طاقة المستوى الأول ناقص طاقة المستوى الابتدائي اللي هو الثاني. شوف إذا خليت المطلقة بشيل السالب، أنا شلت المطلقة هسا شو ضريبة شيلت المطلقة؟ إذا كان ممتص بحطش إشي، إذا كان منبعث بحط سالب. ممتاز. الآن فورا هاي سالب 6.6 ضرب 10 السالب 34 ضرب 3 ضرب 10 أس 8 على طول موجة الفوتون المنبعث 202.6 202.6 ضرب 10 السالب 9 تساوي طاقة المستوى الأول قديش؟ هيها سالب 13 ضرب 10 السالب 19 ناقص طاقة المستوى الثاني. شكرا لك، هيك الأمور صارت بسيطة خفيفة لطيفة. فورا اللي راح أعمله كالآتي، راح أحكي لك تعال 6.6 ضرب 3 تقسيم 202.6 قديش صارت؟ سالب 0.097 ضرب 10 اشطب هاي ارفعها لفوق 8 زائد 9 17 سالب 34 زائد 17 سالب 17 صح؟
تقدر انت تعمل هاي، كبر مره كبر مرتين بتصير 9.7 ضرب 10 والسالب 17 سالب تساوي هون سالب 13 ضرب 10 والسالب 19. طبعا هون سالب 19 سوري لانه كبرنا مرتين بزغر مرتين، سالب 19 هون ناقص اي 2. تعال معي جاي، انا وياك عارفين هسا انت رح تنقل هذا على الطرف الثاني، رح تعمل زائد 13 ضرب 10 والسالب 19 زائد 13 ضرب 10 والسالب 19 صارت سالب اي 2 هي لحالها تساوي سالب 9.7 سالب 9.7 ضرب 10 سالب 19 ناقص مش ناقص زائد 13 ضرب 10 سالب 19. يعني هاي حسبة أرقام بس إلك. طيب يعني صارت هون قديش 3.3 سالب 9.7 زائد 13 3.3 ضرب 10 سالب 19 هون طاقة المستوى هون سالب، اقسم على سالب على سالب حط السالب هون خلص. اذا شو صار طاقة المستوى الثاني؟ سالب 3.3 ضرب 10 سالب 19 جول. يعني انا هيك طلعت طاقة المستوى ايش الثاني. خلص شكرا لك، انا هيك طلعت طاقة المستوى ايش الثاني، سالب 3.3 ضرب 10 سالب 19. شكرا لك، طاقة المستوى الثاني سالب 3.3 ضرب 10 سالب 19 جول. طبعا ممتاز، الان طلعت طاقة المستوى الاول والثاني والانفينيتي، بدي اشوف هسه ظل لي اخر مستوى اللي هو الثالث صح ولا لا؟ تمام، هسه خلص صرنا فاهمين الطبخة كاملة، هسه صرنا معلمين. هسه بدي احسب اني انا لما انزل من الثالث للاول، لانه ما عنديش من الثالث للثاني، خلص قال لي من الثالث لوين؟ للاول، معي طول موجة الفوتون المنبعث. خلص احنا عارفين انه طاقة الفوتون المنبعث عبارة عن ايش؟ لما انزل انا من الثالث لوين؟ تعال جاي، بدي اعتبر حالي نزلت من الثالث للاول، يعني خلص من الثالث للاول، يعني راح تقول لي اتش سي على لمدة تساوي، طبعا من نحط سالب عند شيء قيمة مطلقة، من الثالث انا بدي انزل من الثالث للاول، يعني اي واحد ناقص اي ثلاثة. شكرا لك، كنا عارفين الدرس سالب 6.6 ضرب 10 والسالب 19 مش 19 سالب 34 سوري سالب 34 ضرب 3 ضرب 10 أس 8 على طول موجة الفوتون منبعث لما نزلت من الثالث للأول 170.9 ضرب 10 والسالب 9. طبعا ما ننسى السالب هي موجود لانه فكرنا القيمة المطلقة. طاقة المستوى الاول سالب 13 ضرب 10 السالب 19 ناقص طاقة المستوى الثالث اللي انا ما بعرفه، العلم عند الله. فورا الامور صارت بسيطة سلسة لطيفة خفيفة، 6.6 ضرب 3 6.6 ضرب 3 تقسيم 170.9 تطلع 0.115 ضرب 10. خلاص عارفين انه هذا كله راح يطلع سالب 17 صح؟ تساوي سالب 13 فاصلة مش فاصلة ضرب 10 السالب 19 ناقص اي 3. الان بتقدر انت بكل بساطة تقول لي كبر مرتين 11.5 زغر مرتين ضرب 10 سالب 19، انقل هذا على الطرف الثاني زائد 13 ضرب 10 السالب 19 تساوي سالب اي 3. خلاص سالب اي 3 تساوي 11.5، طبعا هاي ال 11.5 سالب عشان ما تنسوها، هي سالب سالب هي عشان ما تنسوها كانت سالب، هي سالب بالطرف الثاني سالب، زي كانك تحكي 13 ناقص 11.5 قديش؟ راح تطلع سالب مش سالب موجب 1.5. ركز معي كيف اقول لك كيف طلعت، انا هذا الطرف سالب طلعته ضربت 6.6 بال 3 على 170.9 طلع 115 بالالف سالب، هيا سالب 34 زائد 8 زائد 9 طلع سالب 17، كبرت مرتين صارت 11.5 زغرت مرتين سالب اس سالب 19. هذا الطرف نقلته هون خليت السالب اي 3 لحالها، سالب اي 3 لحالها سالب 11.5 ضرب 10 سالب 19 زائد 13 تطلع 1.5 ضرب 10 اس سالب 19. طبعا راح تطلع اي 3
تساوي سالب 1.5 ضرب 10 سالب 19 جول. اذا هيك طلعت طاقة المستوى الثالث وطلعت طاقة المستوى الثاني وطلعت طاقة المستوى الاول وخلص هيك نحل السؤال. يعني هو سؤال صح طويل لانه طلبني ثلاث يعني طاقة ثلاث مستويات. هي مشكلة هذا السؤال مشكلته بالطول الحل. يعني طريقة حله بسيطة وسهلة ومعروفة لكن مشكلته بالارقام كثير زنخة. نشوف هذا السؤال. ظهر خط معتم في طيف الامتصاص لذرة الهيدروجين. واضح جدا من الطاقة انه هي ذرة هيدروجين. مستويات الطاقة سالب 13.6 سالب 3.4 واضح جدا انها طيف ذرة هيدروجين. الان الطالب المسكين بروحهم بيقول لك يعني طاقة المستوى الاول يقول لك مثلا سالب 13.6 على رقم المستوى الاول. لا لا غلط هذا. هذا مش طيف ذرة هيدروجين. انتبه. الان ظهر خط معتم في طيف الامتصاص. امتصاص يعني اكيد طالع طلوع عند التردد. ممتاز. اعطاك تردد الفوتون. هذا تردد الفوتون. هذا خط معتم يعني عبارة عن فوتون ممتص. كيف طيف امتصاص يعني في خط معتم معناته اشي ممتص. ظهر خط معتم في طيف الامتصاص يعني في خط معتم يعني في يعني في طول موجي معين ممتص. اعطاك قديش تردد هذا الطول يعني اعطاك قديش التردد تبعه. ما اعطاك طول الموجي ولا اعطاك طاقته. اعطاك تردده. بقول لك بالاعتماد على مستويات الطاقة لذرة الهيدروجين في الشكل في أي مستوى كان موجودا هذا الإلكترون ولأي مستوى انتقل. طب نشوف كيف. أنا مش عندي طاقته بدي أطلع طاقته. طاقة الفوتون الممتص. طب ليش ممتص؟ لأنه يا أستاذي حكى لي طيف امتصاص أكيد هو ممتص. فأنت عارف أنه عبارة عن H بF. طب ليش F؟ لأنه هي التردد عندي. فH 6.6 ضرب 10 أس سالب 34 والتردد الطيف يعني تردد الفوتون الممتص هي قديش؟ 6.15 ضرب 10 أس 14 صارت عنا 6.6 ضرب 6.15 قديش فيها؟ 6.6 ضرب 6.15 فيها 40.59 ضرب 10 سالب 34 زائد 14 تطلع سالب 20. خلاص خلي ليها زي هيك. أقول لك شغلة زغر سوي 4.05 مش أنت زغرت؟ كبر ضرب 10 أس سالب 19 جول. هسا هاي بالجول أنا ما بدي إياها بالجول. طب ليش أنت ما بدك إياها بالجول؟ أنا بدي أحولها بالإلكترون فولت عشان طاقة المستويات هايها كلها بالإلكترون فولت. فأنا إذا عرفت شو طاقة الفوتون الممتص بالإلكترون فولت بقعد أجرب أحكي أكيد الممتص معناته طالع طلوع. بجرب لما يطلع من واحد لإيش؟ لاثنين. بجرب من واحد لثلاث. بجرب من اثنين لثلاث. شفتوا كيف؟ لحد ما تطلع معي نفس طاقة هذا الفوتون بالإلكترون فولت. ما بدي إياها بالجول. ليش؟ لانها طلع لانه كل مستويات الطاقه هون معطيني طاقتهم بالالكترون فولت. لو معطينيهم بالجول 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 خلاص بخليها بالجول وبشتغل عادي جدا. كيف بدك تحولها الكترون فولت؟ اقسم على 1.6 ضرب 10 اس 19 راحت هاي مع هاي صارت 4.05 تقسيم 1.6 تطلع تقريبا 2.53 الكترون فولت. يعني على بلاطه قديش طاقة الفوتون الممتص 2.53 خلص الكترون فولت. شكرا لك الكترون فولت. الان بدي اجرب اشوف هو من وين لوين انتقل. طاقة الفوتون الممتص عبارة عن فرق الطاقة بين المستوى النهائي والمستوى الابتدائي. كونه ممتص نجرب نشوف من واحد لاثنين نشوف بيطلع صح ولا لا. من واحد لاثنين لان طاقة المستوى النهائي اللي هو 2 ناقص طاقة المستوى الابتدائي 1. كم طاقة المستوى الاثنين؟ سالب 3.4 صح؟ سالب 3.4 ناقص كم طاقة المستوى الأول واحد؟ سالب 13.6 فصار سالب 3.4 زائد 13.6 تطلع 10.2. مستحيل غلط. أنا ما بدي يعني هذا كبير يعني أكيد 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 هي صغيرة راح تطلع. معناته ببعد عن هاي الشغلة بجرب إشي أقل يعني مش مستويين بعادات لأنه بعيد كثير عن 2 صح؟ جرب مستويين قراب من بعض. جرب يا سيدي من 2 ل 3 تعال من 2 ل 3 طاقة المستوى النهائي اللي هو المستوى الثالث قديش؟ سالب 1.5 ناقص طاقة المستوى الابتدائي اللي هو 2 طاقة المستوى 2 سالب 3.4 فصارت سالب 1.5 زائد 3.4 قديش؟ تطلع 1.9 الكترون فولت ايضا بعيدة. معناته اجرب اشي ثاني اجرب من يعني شوف كيف اجرب من 3 ل 4 رح تطلع لا. طب جرب من 2 ل 4 يلا خلينا نجرب من 2 ل 4 يعني شوف كيف. طب ليش انا ما اجرب من 4 ل 2؟ لا انت هيك نازل هيك انبعاث. انا بدي امتصاص طالع
يعني من واحد لاثنين ما زبط عادي، من واحد لثلاثة جرب. شفتوا كيف؟ طبعا بالآلة الحاسبة بيطلع معك بسرعة، ما بتتغلب نهائيا. جرب من اثنين لأربعة. طيب طاقة المستوى الرابع قديش؟ سالب 85% ناقص طاقة المستوى الثاني قديش؟ سالب 3.4. فصارت يعني 3.4 ناقص 85% طلعت تقريبا هي هاي 2.55 تقريبا، يعني تقريبا هذا الناتج. معناته تقريبا انا الخطأ عندي هون بالحسبة، هذا تقريبا لازم 55 مش 53. معناته 100% هو رايح من الثاني لوين؟ للرابع. رايح من المستوى الثاني للرابع. طب استاذ انت كيف حزرت انه من الثاني للرابع؟ يا جماعة الخير تجريبيا بلش من الاول للثاني، طلع كبير خلاص ابعد عن الاول كليا لانه كبير. جرب من الثاني للثالث ما زبط عادي، من الثاني للرابع زبط خلاص خير بركة. ما زبط او شفته بعيد خلاص الغي، جرب من الثالث للرابع. شفتوا كيف؟ بس مش تنزل نزول، انبعاث نزول. الله ييسر امركم ويعطيكم الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.